سلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم وحلقة جديدة من مساحة للرأي. بمشاركة واسعة وإقبال جماهيري على الإدلاء بأصواتهم، انطلق أمس ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تجرى على مدار 3 أيام، 10، 11، و12 من ديسمبر الحالي. تجرى هذه الانتخابات في أكثر من 11,000 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، تشكل مرحلة هامة في بناء هذا الوطن واستكمال مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها البلاد، خاصة أنها تأتي في ظل تحديات غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والسيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، على أن تعلن نتيجة الانتخابات في 18 من الشهر الحالي في حالة الحسم من الجولة الأولى. هذه الانتخابات الرئاسية في الداخل كان قد سبقها تصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي في 121 دولة في مشهد حضاري عبر عن حبهم وانتمائهم للوطن. حول المشهد الانتخابي تدور حلقتنا مع الأستاذ حمدي حنظل مدير تحرير جريدة الجمهورية. مرحبا بحضرتك. أهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بكل السادة المشاهدين. اسمح لنا قبل أن نبدأ هذا الحوار أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير، من بعده نبدأ هذا الحوار. أنا عارفة إن أهم حاجة عندكم خايفين عليا، شايلين همي وهم مستقبلي. بتشتغلوا وتتعبوا عشان أكون أحسن واحد، أتعلم، أنجح، أكبر وأبقى راجل. لو خايفة عليا من بكرة لازم تنزلي النهاردة، انزل قول رأيك، اختار لي المستقبل اللي نفسك تشوفني فيه بكرة. انزل علشان في أي مكان أنا فيه أفتخر إني مصري. مهما كان رأيك انزل شارك، علمني ما كنش سلبية، ما تنزلش عن حقي، وكن دايما قد المسؤولية. طبعا هنزل. عايز اشوف ولادي احسن مني. هنزل عشان دي مسؤولية فرغبتش، عشان ابني يتعلم تعليم كويس. كلنا هننزل علشان ده واجبنا ناحية بلد. انزل شارك في الانتخابات الرئاسية 2024 واختار لابنك مصر اللي بتحلم يعيش فيها بكرة. الهيئة الوطنية للانتخابات، دورنا نحمي حقك ودورك تمارسه. شارك، صوتك هيوصل. مصر تشهد عملية انتخابية وحراك سياسي، ماذا بعد اليوم الأول من الانتخابات؟ هذا هو السؤال للأستاذ حمدي حنظل مدير تحرير جريدة الجمهورية. من جديد نرحب بك. أهلا وسهلا بك كمان. ومباشرة وبطبيعة الحال، كيف رصدت المشهد الانتخابي بعد يوم أول من الانتخابات؟ يعني اولا احنا بنقول ان المصريين خلال امبارح وصباح النهارده، لغايه احنا النهارده بنتكلم على بتوقيت القاهره الساعه 12 وربع او 12 وثلث، هناك اقبال غير مسبوق بالفعل على العمليه الانتخابيه. هناك احساس عام بحتميه المشاركه، رغم انه حملات كتيره توجهت لحث المواطنين على ده المساله محسومه، ده المساله خلصانه، انت مش عارف الكلام ده كله، ما خدش مع المواطن. المواطن اثبت وعي عالي جدا جدا جدا، انتمائه لهذا البلد واحساسه بقيمه الصوت بتاعه. صوته هو النهارده اللي هيمكن قياده الدوله من ان هي
تواجه غمار ما يحيطها من حوائق في كل المناحي الاستراتيجية بتاعتنا. انت عندك حرب شعواء قد يعني غير مسبوقة، والإبادة إنسانية يعني فوق احتمال البشر موجودة في غزة وفي الأرض الفلسطينية. عندك في الجنوب حرب أهلية في السودان، ويعني برضو لا تبقي ولا تظهر، وجنود ومدنيين وتشتيت وإلى آخره. وعندك في الغرب الجانب الحدود الليبية أيضا شبه دولة تستعر فيها القبلية وتشتعل فيها الدول حراكا وصراعا، وعلى الناحية الثانية ميليشيات بتنتهك سلطة الدولة وقوانينها. فانت في وسط هذا، الى جانب بقى انك انت عالم عربي، المحيط الاقليمي بتاعك كله يعني اصبح محيط هش جدا. انت عندك الوضع في سوريا لا احد يعني يتجاهله، الوضع في لبنان سيء، الوضع في كل المحيط بتاعك محيط صعب جدا. وبالتالي الصوت بتاعك هو الصوت اللي هيبني هذه الدولة، وهو اللي هيخلي الدولة المصرية تقدر تواجه هذا المحيط المشتعل، وتواجه ايضا تحديات حرب غزة على الامن القومي المصري. يبدو أن المرحلة المقبلة سيدي لابد أن تشهد مزيدا من الوعي السياسي للمصريين نتيجة التحولات الدولية والمحلية. نعم. سؤالي لك حول معنا الآن على الشاشة مشاهد من الانتخابات أو الانتخاب عفوا. نعم. وعملية الانتخاب. نعم. سؤالي لك، هو هناك ملاحظة صحفية وإعلامية وفنية مش بس نسبة الحضور، لا شكل وتقسيمات الحضور. طيب. من المرأة، من الرجل، الأهم من الشباب ومن الفتيات. نعم. فقراءة تفصيلية أو سيجمنتيشن. نعم. لهذا المشهد. رقم واحد، هذا المشهد يدعو للفخر. أنت تفخر بأنك مصري، وإن أنت يعني حضرتك بتتكلم على إنه محتاجين في الفترة اللي جاية وعي أعلى. لا، ده اللي حاصل دلوقتي يعبر عن وعي عالي جدا. أنت محتاج بعد كده مزيد من الوعي. نعم، لأن أنت محدش هيسيبك في حالك، وحملات التشكيك والتكذيب والأكاذيب والشائعات هتشتغل عليك طول ما أنت هتنجح هتنضرب وهتتشتم كل ده هيحصل. ولكن أنا فخور بدالي، وهقول لحضرتك حاجة بصراحة كاملة. ممكن جدا تتخيل ان هناك حشد، ووسط هذا الحشد هناك من مشير باصبعه بتخبو فلان. لا، انا سالت واشهد امام الله، سالت عدد من الناس، هل وانت رايح حد قال لك حط ايدك على المربع رقم كذا او كذا؟ قال لي لا. هم قالوا لنا روحوا انتخبوا، ووفروا لنا اللوجستيات، وفروا لنا العربيات، وقالوا لنا اتفضلوا روحوا، واللي شغال في الشركه بتاعته ادته اجازه ووفرت له وسيله الانتقال. كل ده كويس جدا وانا سعيد بيه، انما ما حدش قال لحد. وعايز، وده كلام انا بقوله على مسؤوليتي، انا راجل بتابع الانتخابات بقالي حوالي اكثر من 45 سنه في الانتخابات في مصر. لم يحدث قبل كده ان احنا لقينا حد بيقول لك اتفضل روح وانتخب، ما بيقولكش انتخب فلان او علان. وهذا في حد ذاته دليل على ان المؤسسات بتاعتنا كمان والشركات والقطاعات بتاعتنا اصبحت على درجة عالية من الوعي. طيب، النهاردة انت لما تشوف حضرتك الخريطة، النهاردة المرأة في كل المحافظات يا استاذ احمد على اعلى مستوى من مستويات الاداء والجدية وتوابير واخلاص وحماس منقطع النظير. هتقولي ليه؟ هقول لك بعد كده. الشباب، احنا كل الناس واخده فكره ان الشباب دول عايشين في عالم اخر، السوشيال ميديا عبثت بتوجهاتهم وبتاع. الشباب النهارده بيشارك مشاركه حقيقيه، منهم اللي بيشارك بصوته وواقف بصوته، ومنهم اللي واقف على اللجان بيساعد كبار السن والمعاقين والسيدات اللي هم كبار السن على ان هم يعرفوا رقم وكان في اللجنه وياخدوا ويدخلوا ويوصلوا. ثلاثه، المعاقين، وبرضه زي الهمم زي الهمم. انا بقول لحضرتك اقبال كبير جدا جدا لم يكن قبل كده زي الهمم بيبانوا فيه بالشكل ده. انا شفت امبارح من خلال رصدي للعمليه الانتخابيه على مستوى الجمهوريه في جريده الجمهوريه، لا كان في اقبال كبير جدا ومشاهد كبيره. نمره اربعه، الكبار السن
دائما هم برضو حمله مشاعر التنوير، لان هم حاسين بقيمه اللحظه وشافوا التجارب اللي قبل كده وحاسين بقيمه ما يعني ما يواجه الدوله المصريه من تحديات حاليه وما سوف يواجه من تحديات قادمه، فدول موجودين في طليعه ايضا المشهد. طيب في على مستوى الدوله انا شفت رصدت شمال سيناء، وده شيء بالنسبه لي مهم جدا، رصدت مطروح وده كان شيء مهم جدا الحدودية. في المناطق الحدوديه لا المناطق الحدوديه لو انا اتكلمت عن سيناء لوحدها لا سيناء مشرفه الى ابعد مدى في شمالها وفي جنوبها، سواء كان المحافظ على الفضيل المحافظ شمال سيناء على راس الناس هناك، وفي جنوب سيناء عند اللواء خالد فوده، قد ايه الدوله هناك موفره لهم كل وسائل الراحه في الادلاء بصوتهم، وقد ايه هم حريصين جدا على الادلاء باصواتهم، وشفت حماسه شديده جدا من بدو سيناء ان هم يبدوا اصواتهم. مطروح نفس الامر موجود في مطروح، بدو مطروح ايضا كانوا على نفس مستوى المسؤوليه، في الجنوب في اسوان وفي الوادي الجديد ايضا وفي البحر الاحمر كل هذه. طيب ده بينقلني الى حلم مصري ربما نود ان نراه يزداد او يكبر، الا وهو التحول من الفرد الى المواطن وفكرة المواطنة هنا. نعم. خصوصا دلوقتي هناك ما يسمى بالمواطن العالمي فيما يحدث Global Citizen أو في المواطنة المصرية الوطنية، ما حقوق وواجبات المواطن المصري في هذه الانتخابات؟ يعني شوف حضرتك رغم ما يدمي القلب في أحداث غزة إلا أن أحداث غزة عمقت جدا الشعور الوطني المصري، الناس أصبحت مسلم ومسيحي ليبرالي واشتراكي ومصري وغيره، كل ده انصهر في منطقة هذا الوطن، كله أصبح هدفه الرئيسي هذا البلد، أمنه القومي، إزاي يحمي ترابه، إزاي يحمي رماله، إزاي يحمي كل شيء على هذه الأرض. الوطنية المصرية أصبحت تتجلى في أعلى درجاتها، وشفنا حضرتك في المشاهد، شفنا مسلمين وشفنا مسيحيين، سيبك بقى من حكاية إيه؟ إن أنا أجيب شيخ معمم وأجيب رجل دين مسيحي يعني بلباسه الكهنة، لا أنا بلاقي الناس المسلمين والمسيحيين على إطلاقهم، وشفت المشهد ده في أسيوط واخد بال حضرتك وفي المنيا، لا شفت المشهد ده المسلم والمسيحي كيان واحد، ومشاهد للهلال والصليب معا في ان هم بيعلنوا رايه هذا الوطن وما عندهمش. اسمح لي هنا، ما هو المعنى، ما هو التفسير، ما هي الثقافه الانتقال من المجتمع الفرد الى مجتمع المواطنه؟ نعم، خلينا نقول حضرتك انه بتنتقل من الذات الى المصلحه العليا لهذا الوطن. في اطار المصلحه العليا لهذا الوطن كلنا يجب ان ننصهر في هذا الاطار. اثنين، احساس المواطن المسيحي بقيمته في هذا الولد في هذا الوطن، وانه ليس مجرد اقليه مهمشه، وان الدوله المصريه بتراعي حقوقه في دون العباده وفي 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 في كل شيء النهارده، المواطن المسيحي اصبح. بس هنا ما فيش بقى في المواطنه لا مسيحي بس ولا مسلم، هناك فكر انصهاري ملتنج بالظبط كده. هنا نسيج وطني. النسيج الوطني هنا اصبح اقوى كثيرا من اي فتره سابقه. النهارده انت حضرتك بتقول لي المراه والشباب، المراه النهارده حضرتك اصبح لها مساحه واسعه جدا من الاحترام المجتمعي، القيمه في اداره هذا البلد، هناك نائبات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ولهم نسبه ليست قليلة، هناك شفنا لواءات في الشرطة، شرطة نسائية، شفنا الشرطة في النسائية قد إيه عاملة دور كبير جدا جدا، سواء كان في مجال حقوق الإنسان أو في مجال هم النهاردة اللي شغالين في مجال رعاية الاهتمام. أنا عايز أستفيد من الانتخابات عشان أرتقي أكثر بمفهوم ومصطلح المواطنة، كيف ما هو السلم الأعلى او السلم نلتقي ازاي سلمه اعلى كده. السلمه الاعلى هقولها لحضرتك. السلمه الاعلى ان احنا كلنا ننسى ذواتنا، ننسى مصالحنا الذاتيه والانانيه، وننطلق الى المصلحه العليا لهذا الوطن. لو عندما تفكر يعني مثلا لما انا الاقي عندي 100 حزب، ال 100 حزب دول هل احنا في هذا العالم بكينونته 100 اتجاه سياسي مختلف؟ استحاله. ولكن هناك رئيس الحزب ده ورئيس الحزب ده، وكل حزب ممكن يكون بعض الاحزاب احزاب عائليه. انا عايز النهارده من هذا المعترك
العنصر الانتخابي اللي موجود في مصر، الاقي الاحزاب دي انصهرت في بدل ما يبقوا عندنا 100 حزب الاقي عندي 5 أحزاب 6 أحزاب ماشي 3 2 يبقى في احزاب قويه واحزاب تحس بيها في الشارع. 99% من المواطنين المصريين ما كانش 99.9 ما يعرفوش اسماء الاحزاب اللي موجوده. نعم واخد بال حضرتك؟ والاحزاب يعني بعضهم ما تشافش جزئيا الا في هذه الانتخابات. نعم. 3 مرشحين في انتخابات رئاسية من 3 أحزاب. نعم. وأنت تتحدث الآن عن أيضا تطور الحياة الحزبية في مصر. ما مدلول وفهم 3 مرشحين من 3 أحزاب ليست صغيرة؟ خليني أقول لحضرتك أولا اللي أنا شفته امبارح من خلال التصريحات المعلنة سواء للحملة الانتخابية لهؤلاء المرشحين على إطلاقهم الثلاثة كلهم بيشيدوا بالعملية الانتخابية. أنا ما شفتش حد منهم اشتكى من أداء من مخالفة انتخابية في مكان ما، ما شفتش ده. ما شفتش حد منهم رصد عملية التصويت جماعي أو تصويت بالتوجيه أو الكلام ده، ما حصلش. وبالتالي أنت بتتكلم على 3 مرشحين أثبت المرشحون الثلاثة إلى جانب المرشح الرابع أنهم جميعا عند مستوى هذا التحدي وأنهم جميعا ينتمون لهذا الوطن. وأنت لما بتختار أنت بتختار ما أنت شاء ما أنت شاء، بس النهارده أنت بتوزن كل مرشح بقدر ما تعلم عنه من ثقل وبتدي صوتك في الآخر بما يملي عليك ضميرك. إذا إحنا في النهاية بنقول هؤلاء المرشحين مع اختلاف أحزابهم إلا إن إحنا في النهاية قدام مشهد رائع جدا ان الاربعه مصلحه البلد هي اللي مسيطره عليهم، مش مثلا ما شفتش واحد بيستقوي بالخارج، ما شفتش واحد بيسيء للاخر، شفنا بعض الكلمات او بعض الجمل الانتخابيه اللي احنا بنشوفها في الصراع الانتخابي على مستوى العالم او على مستوى المحلي انما لا تعدو او لا تزيد او لا تصل الى حد الاسفاف او حد الخوض على النص. سؤال مطروح بشكل ديمقراطي وثقافة ديمقراطية، في رأيك ما هي معايير نجاح هذه العملية الانتخابية الرئاسية في مصر 2023؟ واحد قبل التشريع بدان هذا الاجماع الشعبي على التصويت. نسبة التصويت يا أستاذ أحمد، وأنا طبعا بقول لحضرتك الكلام ده وإحنا لسه قدامنا يعني 8 ساعات على الأقل لغاية الساعة 9 مساء اليوم إلى جانب بكرة، لا هيبقى نسبة التصويت الجولة المرة دي أعلى من كثير من المرات السابقة. تقصد المشاركة، نسبة المشاركة هتلاقيها أعلى. واحد اثنين. نسبة اللي حاسين بجدية الخطر واللي اختاروا مستقبل مصر انطلاقا من ما شافوه خلال الفترة اللي فاتت هتلاقيها عالية. مش قليلة. نمرة 3 حالة الرضا الشعبي عن هذه الانتخابات هتبقى أعلى. مش هنلاقي حد بعد كده يقول لك أصل الانتخابات دي مش عارف نلعب فيها ده صناديق. لا، دي نقطة مهمة. عندك حالة الرضا الشعبي نقطة مهمة جدا. نعم. حالة الرضا الشعبي دي ما بتجيش بقرار من فوق، لا دي إحساس عام على مستوى القواعد. الناس بتتكلم مع بعضها وبتقول لبعضها إيه. انا بشوف الكلام ده ومتابعه، وانا واحد من الناس اللي هم انا راجل قاعد في المنوفيه مش قاعد في القاهره، وبسافر كل يوم من القاهره من بلدي للقاهره حسب ما انا عملي محتاجني. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا جدا، حاله الرضا الشعبي عن الاداء الانتخابي عاليه جدا، لانه انت بتشوف الكلام ده في الشارع وانت ماشي. الناس بتروح بحب، ما حدش بيروح عشان هيقبض 100 جنيه او 200 جنيه في السوق، ما فيش الكلام ده. ممكن تشوفه في مشاهد اخرى، انما في الانتخابات الرئاسيه دي ما حصلش الكلام ده، لان ما فيش حد له مصلحه انه يمشي حد عشان ينتخب فلان او علان. لا، انت عايز تنتخب انتخب زي ما انت عايز. اذا لما تيجي حد تقول لي مقياس نجاحها اقول لك مقياس نجاحها هذا الشكل اللي احنا شايفينه المشهد. وعايز اقول لحضرتك المشهد ده مش انا اللي قصده، بس ما العالم كله شغال. وانت فكره ان مصر يعني معزوله عن العالم؟ طب ما انت عندك النهارده في منظمات بتشارك في مش عايز اقول الرقابه، كلمه الرقابه احنا لا نقبلها، المتابعه والرصد قاعدين بيرصدوا، حقوق الانسان بيرصدوا، منظمات المجتمع المدني بتوصل، الاحزاب المشاركة في العمليه الانتخابيه والحملات الانتخابيه المرشحين كلهم بتوصل من اول المرشح الاكبر او الاول لغايه الرابع كلهم بيقصدوا. اذا انت بتتكلم في النهايه ان انت قدام مشهد رائع جدا ونتيجته حتبان يوم 18
ديسمبر. سؤال عكسي ايضا هام. خده. ما هي حقوق المواطنة التي ايضا سيحصل عليها المواطن المصري بعد هذه الانتخابات؟ شوف حضرتك. انت فكر حضرتك طبعا وعايز اخلي المواطن يفتكر معايا كده الحوار الوطني اللي انعمل وكان الرئيس السيسي برعاه. هنا رئيس الدولة كان برع هذا المؤتمر وكل الاتجاهات موجودة فيه، وهذا المؤتمر أسفر عن مجموعة كبيرة من التوصيات اللي الدولة المصرية خدت بيها. واحد، مين قال انه هناك قاضي لكل صندوق واشراف القضاء تاني على الانتخابات؟ صدر عن هذا الملتقى اللي هو الحوار الوطني. اثنين، انت بتتكلم والحوار الوطني قال ايه؟ قال عايزين مزيد من الاصلاحات السياسيه ومزيد من المساحات الحريه واتاحه حريه اكبر من الاحزاب والكلام ده. هيحصل. هو دلوقتي موجود؟ لا، هيبقى اعلى وهيبقى مساحه اوسع. ثلاثة، المجالس المحلية الشعبية بقى لها أكثر من 10 سنين واقفة، مش كده؟ الحوار الوطني قال حتى قال هي المطلوبة إن هي تنعمل، هتنعمل بعد الانتخابات الرئاسية لابد إن هينعمل ولو يمكن خلال 24 25. يعني أنت حضرتك شايف إن الحوار الوطني هو الذي نقول إيه؟ أعطى طور فكرة المواطنة في الانتخابات الرئاسية الحالية، وأيضا هو الفترة اللي جاية إن شاء الله لاحقا هو اللي هيكون له دور أيضا إن شاء الله. أقول لحضرتك على حاجة، إحنا النهاردة بنمر بأزمة اقتصادية. طيب نقف هنا؟ نقف. بأمر من المخرج؟ نقف. ناخد تقرير صحافة معنا؟ نقف. نذهب إلى تقرير عالم الصحافة. الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة يرى أن انتخابات الرئاسة هذه المرة ليست ككل مرة، لأنها جاءت وسط ظروف دولية وإقليمية مشحونة ومتوترة بعد اشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة، وتأكيدا على قدرة المصريين في تنظيم انتخابات تنافسية حقيقية يتنافس بها أربعة فرسان ينتمون إلى خلفيات سياسية وفكرية متنوعة. أما الكاتب الصحفي أكرم القصاص فيقول إن الانتخابات الرئاسية هي رهان على مستقبل أكثر اتساعا وتنوعا، وأننا أمام تجربة انتخابية حقيقية، والهيئة الوطنية للانتخابات توفر ضمانات كبيرة للانتخابات وتقف على مسافة واحدة من الجميع، لافتا إلى أن الصحافة العالمية تتابع الانتخابات الرئاسية، والأهم الاقتناع الداخلي بالنزول والاستعداد لمراحل مهمة خلال الفترة المقبلة. ويؤكد الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تحمل الوطن والشعب، ونحن أمام اختيارات مصيرية يحدد مصير الوطن، وعلينا أن نعي أن اصطفافنا ووحدتنا هي صمام الأمان للحفاظ على مصر في ظل التحديات والتهديدات من كل صوب وحب. وحدد على أن النزول وبكثافة غير مسبوقة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أهم خطوة في الحفاظ على الوطن واستكمال مسيرته في البناء والتنمية. توضح إلهام أبو الفتوح أن الشعب المصري يكتب تاريخا جديدا لبلاده، تاريخ يمتلئ بأمل في المستقبل، وتاريخ مليء بالعرفان لمن أعطى ومن قدم لبلاده الأمن والأمان والبناء والتعمير والتحديث. نتجه جميعا إلى صناديق الانتخابات، ومن حق كل إنسان أن ينتخب من يرى، ولكن واجبنا أمام ضمائرنا وأهلنا وأجيالنا المستقبلية أن نذهب إلى الصناديق وأن نشارك. وأخيرا من الوطن، تبعث لينا مظلوم رسالة إلى العالم مفادها أن كثافة الإقبال على المشاركة السياسية هي مؤشر رئيسي للدلالة على نضج المجتمع ووعيه بحقوقه السياسية، وهو الضامن الدفاع عن كيان الدولة ومؤسساتها ومساراتها الديمقراطية بعد أن عانت من محاولات قوة دولية تهدف إلى محو هويتها وتفتيتها إلى كيانات متصارعة أو سلب سيادة قرارها السياسي والأمني. سؤالي الأخير، ما هو المطلوب من الرئيس المنتخب القادم يا أستاذ حمدي؟ واحد،
لابد ان المواطن يحس بثمار التنميه اللي انعملت والمشروعات الكبيره اللي انعملت خلال الفتره اللي فاتت. لازم ينعم المواطن بحياه افضل، لازم يبقى عنده امكانيه اعلى للدخل وامكانيه اعلى لقضاء احتياجات اسرته بشكل معقول. ده لازم ينعمل. نمره 2، مزيد من الحريات السياسيه للاحزاب والجماعات، ولا منظمات المجتمع المدني لازم تحس بحريات اكبر. اشراك القطاع الخاص وافساح المجال امام القطاع الخاص وتكسير كل المعوقات امام انطلاقه القطاع الخاص لابد من هذا بشكل كامل. نمره 4، ان لازم المواطن يحس انه طبعا القوات المسلحه المصريه بتظل هذا الوقت من مظله رفيعه القوه وعظيمه الشان في مجال الامن وامان المواطن الى جانب الشرطه في المجال الداخلي. المواطن الحمد لله دي اعظم نعمه احنا بنتمتع بيها دلوقتي. الاستقرار السياسي والاجتماعي الحمد لله موجود. احنا محتاجين مزيد من التماسك الوطني، مزيد من الاصطفاف الوطني خلال الفتره اللي جايه، لان التحديات اللي جايه يا استاذ احمد مش قليله. التحديات اللي جايه محتاجه مجتمع متماسك، شعب قوي متماسك، وراء قيادة قوية حاسة بأن الشعب ده بيساندها ويقف إلى جانبها. عاشت مصر وعاش هذا الوطن وعاش هذا المواطن المصري. عظيم هذا المواطن. وعاش قادة مصر عبر التاريخ. شكرا جزيلا الأستاذ حمدي حندل مدير تحرير جريدة الجمهورية. ألف شكر فن. شكرا جزيلا مشاهدينا. مساحة للرأي دائما، مساحة من الإبداع مع هذا الوطن وهذا المواطن الكريم. تحيا مصر، إلى اللقاء.